السلام عليكم. اليوم مرة أخرى نعود إلى ملعب عنابة، حيث أنه فيه يعني تقدم ملحوظ، تطور ما شاء الله في كل الجبهات، ما عدا كاين جهة راهي جبل ربي راهي متروكة الأشغال ما راهي حابسة فيها، و يعني كاين كونسونطراسيون تاع المجهودات في المنطقة تاع الفي بي والمدخل تاع الملعب، وكذلك في الباركينج، وكل ما يعني التهيئات تاع لي سباس فير المساحات الخضراء والتزيين تاع المنطقه. الامر هذا راه ماشي يعني بصفه جيده جدا، وتقريبا يعني الاشغال تقريبا انتهت كما نشاهد هنا في الصور. يعني الاشغال راهي يعني مستوى تقدم ما شاء الله. وبالمناسبة أنا أريد أن أنوه وأشكر وأحيي كل الشركات المناولة، لأن فيه شركات مناولة أي تعمل في الميدان، خاصة يعني للترافو دو ديكوراسيون تاع الألومنيوم والزجاج والداخلية والخارجية. يعني في الحقيقة كل هذه الأشغال شركة مناولة، مش باتي ميتال. باتي ميتال قامت ب يعني انشاء التجهيز يعني للهياكل المعدنيه والخرسانيه لتوس لا بارتي جيني سيفيل، دارتها باتي ميتال ما شاء الله، مشكور على هذا. لكن كل الاشغال اللي تاع لي سيكون زوفر، الاشغال الثانويه واللي هي تمد يعني في الاخير هي تمد الروتوش الاخير فينيش، هذا يعني يسمى بالفينيش، هو كاع من عمل الشركات المناولة. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.